الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أيها الكرام، برنامج آيات بينات. معنا اليوم سورة الشورى. لن نقف على كثير من الآيات، لن ندور كثيرا حول تفاصيل السورة، ولكننا سنقف على اسم السورة. سورة الشورى سميت بهذا الاسم لأن الله تبارك وتعالى ذكر فيها أن عباده المتقين وأولياءه الصالحين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويشاور بعضهم بعضا، فمبدأ الشورى قائم في حياتهم. قال الله تبارك وتعالى وهو يثني على هؤلاء: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. وأمرهم شورى بينهم، لا يجعل الإنسان من نفسه دكتاتورا يقول رأيه ولا مجال للنقاش. كان النبي صلى الله عليه وسلم أسد الناس رأيا وأعمقهم فقها، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم فإنه كان يشاور أصحابه، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي أمره بذلك، فقال له: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، أي شاور أصحابك يا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد شاور النبي الصحابة وشاور الناس في يوم بدر، فقال: أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس، فقام المهاجرون فقالوا مقالتهم، وقام الأنصار فقالوا مقالتهم. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمشورة وبرأي أم سلمة وهي امرأة، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمشورتها وأخذ برأيها، وذلك في يوم الحديبية لما اتفق النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش أن يرجع في هذا العام وألا يطوف بالبيت، وقال للصحابة: احلقوا وانحروا، احلقوا رؤوسكم وانحروا. فالصحابة مع حزنهم وغضبهم ما استجابوا سريعا، فدخل النبي حزينا على زوجه أم سلمة وقال: ما بال الناس؟ فقالت: يا رسول الله، اخرج ولا تكلم أحدا، وانحر ذبيحتك واحلق شعرك وسيقتدي الجميع بك. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن فعل ذلك، فقام الناس جميعا فنحروا وحلقوا حتى كاد بعضهم أن يجرح أخاه. وكذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المبدأ، بمبدأ المشورة، لما شاع خبر المنافقين في حق الطاهرة العفيفة زوج رسول الله الحصان الرزان عائشة في يوم الإفك، لما قال المنافقون مقالتهم وتأخر الوحي 40 يوما ولم ينزل الخبر اليقين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي بشر والنبي إنسان، فيه دم يجري، غضب وحزن واحتار عليه الصلاة والسلام، فاستشار أسامة بن زيد فأمره أن يمسكها فهي العفيفة الطاهرة، واستشار عليا رضي الله عنه فقال بعفتها وطهارتها، لكنه قال له: استشر الجارية، خذ برأي بريرة، اسأل بريرة عن عائشة. فقال النبي: يا بريرة، هل رأيت على عائشة شيئا يريبك؟ فقالت: لا والله يا رسول الله، وأثنت عليها خيرا. أيها الأحباب الكرام، والإنسان الذي يستشار لابد أن يكون أمينا، أن يقول رأيه بصدق وأمانة وألا يغش. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: والمستشار مؤتمن. وهذه الكلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الهيثم. أبو الهيثم صحابي من الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم سأله: هل عندك عبيد؟ فقال: لا يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء سبي فأتنا نعطيك من العبيد. فلما جاء السبي جاء أبو الهيثم ليأخذ عبدا خادما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اختر واحدا من هذين، اثنان من العبيد، اختر واحدا من هذين. فقال: يا رسول الله، انتبه، قال: يا رسول الله، اختر لي أنت، اختر لي أنت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن، يا أبا الهيثم خذ هذا، فإني رأيته يصلي، واستوصي به خيرا أو استوصي به معروفا. أيها الكرام، عندنا استشارة، تستشير الناس، تأخذ آراءهم، وكما قالوا: من شاور الناس فقد شاركهم في عقولهم. وعندنا استخارة، وهي طلب الاختيار من الله تبارك وتعالى، أن يختار الله عز وجل لك الخير.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن، كما قال عبد الله بن مسعود ويقول لهم: إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين، يعني في غير وقت النهي، فليصلي ركعتين ثم ليقل بعد انتهائه من الصلاة: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسميه زواجاً، سفراً، تجارة، إن كنت تعلم أن هذا الأمر فيه خيراً لي في ديني ودنياي ومعاشي ومعادي فيسره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر فيه شراً لي فاصرفه عني، ثم اقدر لي الخير حيث كان ورضني به، فإن كان خيراً فسييسره الله لك، وإن كان شراً فسيصرفه الله تبارك وتعالى عنك. أنت إذا هممت بالأمر، يعني فكرت في الموضوع، فكرت في الموضوع ولم تتخذ قراراً بعد، لكن شاورت الناس، الاستشارة قبل الاستخارة، هكذا يقول أهل العلم. فكرت في أمر ثم استشرت فقالوا لك تقدم، الآن يبقى الاستخارة، لأن الناس لا يعلمون الغيب، الناس قالوا لك في الوقت المستقبلي لكن لا يعلمون الغيب، والله هو الذي يعلم الغيب، فأنت تستشير ثم تستخير الله ثم تتقدم إلى هذا الأمر، فإذا كان خيرا وكنت صادقا في دعائك وطلبك وتوجهك إلى الله فسيقدره الله لك، وإذا كان شرا فسيصرفه الله تبارك وتعالى عنك. قد تقول: أنا استشرت واستخرت ثم كانت العاقبة غير محمودة، كانت العاقبة غير محمودة بالنسبة إلي، أقول لك: يجب أن ترضى باختيار الله لك، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، بل قال الله: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال عبد الله بن مسعود: إن الرجل يريد الأمر من الإمارة أو التجارة فيستخير الله تبارك وتعالى، فيقول الله عز وجل لملائكته: اصرفوه عنه، اصرفوه عنه، فيحزن الرجل ويقول: سبقني فلان وسبقني فلان، وما هو إلا الله تبارك وتعالى، هو الذي صرفه لأنه طلب من الله، فأنت الآن يجب عليك أن ترضى باختيار الله. إذن استشارة، استخارة. بقي عندنا كلمة الديمقراطية، هل الديمقراطية هي المشورة التي أمر الله تبارك وتعالى بها أيها الكرام؟ الديمقراطية تشابه المشورة أو الشورى من وجه أنها تأخذ وجهات النظر وآراء الناس، لكن هناك فرق كبير جدا بين المشورة التي أمر الله بها وبين الديمقراطية التي نسمع عنها، والفرق كما بين السماء والأرض، ذلك أن المشورة لا تتعرض للأحكام الربانية التي شرعها الله تبارك وتعالى. أصلي ولا ما أصلي؟ أشرب الخمر ولا ما أشرب الخمر؟ أزني ولا هذا؟ لا ما ينبغي ذلك. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. أتحجب ولا ما تحجبش؟ لا. لكن الديمقراطية أيها الكرام ليس لها خطوط حمراء، فمن خلال الديمقراطية قد نستفتي على الحجاب، نشرع الحجاب ولا ما نشرع الحجاب؟ نشرع زواج المثليين ولا ما نشرع زواج المثليين؟ فهذا الفرق كبير أيها الكرام بين الديمقراطية وبين الشورى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه هو العليم الحكيم. وإلى لقاء آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.